الثاني السواك. السواك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، فمن هذا اخذ اهل العلم انه يستحب ان يستاك الانسان عند وضوئه، قبل وضوئه او بعد وضوئه الامر صيام في هذا، نعم.